الأهلي والمقاصة بكره ان شاء الله الساعه 5 في استاد برج العرب، مباراه مهمه جدا جدا لسارتي مع طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة، ومباراه من العيار الثقيل مستنينها كلنا ان شاء الله كجماهير النادي الاهلي ومتابعين النادي الاهلي. عايزين نشوف شكل النادي الاهلي، كل مباراه بيختلف مع لسارتي، وفكر لسارتي الجديد المختلف شكلا وموضوعا مع النادي الاهلي ان شاء الله يكون ليه لمسات وملامسات كمان محسوسه لكل جماهير النادي الاهلي في مباراه غدا ان شاء الله. تعالوا اقول لكم بسرعه اخبار النادي الاهلي قبل ما استقبل ضيفي الكريم. لسارتي بيعلن القائمه لمواجهه مصر المقصه، بسرعه اقول لكم الاسماء: شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي واسلام محارب وعلي معلول، ياسر ابراهيم ومحمود وحيد وسعد سمير. اخيرا دخل سعد سمير ان شاء الله ما يرجعش بقى الاصابات تاني، واحمد علاء وكريم ندفد وعمرو السليه ورمضان صبحي وحمدي فتحي ومحمد شريف واحمد حمودي وميدو جابر وحسين الشحات وناصر ماهر وجونيور اجاييه وصالح جمعه ومحمد هاني. صالح جمعه كمان بيدخل قائمه النادي الاهلي. اقول لكم غيابات النادي الاهلي: فريق في الاصابات، فريق كامل في الاصابات. محمد نجيب وليد سليمان، ان شاء الله اطمنكم على وليد سليمان، ومحمد محمود وجيراردو ومروان محسن وليد ازارو وهشام محمد واحمد فتحي واحمد الشيخ واكرم توفيق وصلاح محسن وباسم علي لعدم الجاهزيه الفنيه. قبل ما اقول لكم الاخبار بالتفصيل، عايزين نقول لرمضان صبحي: كل سنه وانت طيب يا نجم، كل سنه وانت اهلاوي، كل سنه وانت بتقف على الكوره. عيد ميلاد سعيد لرمضان صبحي، 22 سنه ما شاء الله، لسه رمضان قدامه العمر الكبير، ان شاء الله يمتعنا في المباريات القادمه مع النادي الاهلي، ان شاء الله يرجع ناديه او الحاله الاحترافيه بتاعته من جديد. زي ما قلت لحضراتكم، خلاص لسارتي بيعلن قائمه الاهلي مواجهه المقصه، وايمن اشرف بيغيب عن الاهلي امام المقصه للايقاف. اكيد حضراتكم عارفين، بقول لكم رؤوس العناوين عشان نستقبل ضيفنا الكريم. والاهلي يوافق على اعاره كريم يحيى لنادي سموحه، كريم يحيى باك رايت في فريق الشباب. اكيد طبعا الكابتن عادل عبد الرحمن اللي بيلعب مباراته دلوقتي امام انبي، اولى مباراته الرسميه مع نادي سموحه، عادل عبد الرحمن وعلي ماهر الاثنين كان من جهاز الناشئين او قطاع الناشئين النادي الاهلي. حاجه جميله جدا لما تشوف المدربين بتوعك اللي اشتغلوا في قطاعات الناشئين دلوقتي بيرقصوا القطاعات الفنيه او الادارات الفنيه لانديه الدوري الممتاز، ناديين كبار زي سموحه وانبي، معاهم علي ماهر وعادل عبد الرحمن. بالتوفيق ان شاء الله للنجوم الكبار النادي الاهلي في اي مكان. زي ما قلت لكم، عادل عبد الرحمن كان المدير الفني لفريق الشباب نادي الاهلي، وعارف كل كبيره وصغيره عن هذا الفريق. اختار كريم يحيى للانضمام لنادي سموحه. كريم راح سنه ونص، ان شاء الله كل التوفيق لهذا النجم الصاعد باذن الله. باسم علي خلاص في طريقه للدخول القائمه الرئيسيه للمشاركات في المباريات المقبله النادي الاهلي، بيشارك في التدريبات الجماعيه. عارفين باسم علي لعيب مهم جدا، لعيب مفيد جدا، لعيب عنده مزايا كبيره جدا مع احمد فتحي ومحمد هاني، لعيبه من العيار الثقيل، لكن الاصابات ولعن الاصابات دايما بتطارد باسم علي تحديدا. ان شاء الله يرجع وما يرجعش الاصابات تاني. وليد سليمان عارفين ان كان جاله جزع في صابونه الركبه، وكمان اصابه خفيفه في الغضروف، كان في اقاويل هيبعد قد ايه عن الملاعب، ان شاء الله تكون اصابه بسيطه جدا ويرجع 5 اسابيع ان شاء الله، يكون اقل من كده كمان ويرجع لفريقه مره ثانيه. وليد سليمان من الاعمال الرئيسيه للنادي الاهلي، عمل كل حاجه الفتره اللي فاتت، كان شايل، مش عايز اقول شايل الفريق، لكن كان شايل جزء كبير قوي من المسؤوليه في فريق الكره للنادي الاهلي. ايضا حمودي بيشارك في التدريبات الجماعيه، حمودي كان عنده اصابه في الانكل، خلاص بيرجع تاني للاصابات الجماعيه، كان في تدخل بينه وبين اسلام محارب، وان شاء الله رجع، او الحمد لله رجع تاني، وان شاء الله يرجع للمباريات مره تانيه. عاشور وجيرارد وهشام محمد، عاشور وهشام محمد اثنين اعمده رئيسيه ايضا في الفريق، الاثنين ديفندرات مع عمرو السليه، برضو الاثنين بيرجعوا تدريجيا للفريق. دي كانت معظم اخبارنا عن قائمه الفريق والغيابات واخبار اللاعبين.